بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيوات ناني، تقدم لكم حلوى باردة بدون فرن. هذه أيضا وصفة من أرشيف وصفاتي في منتدى الجمال المغربي، وكانت عبارة عن تطبيق لوصفة للأخت أم أميرة، جزاها الله خيرا على وصفات اللي قدمت المجهودات اللي عملت في منتدى الجمال المغربي. كنت طبقتها ليها والحمد لله عجبتني النتيجة، وبقيت كنعاودها وكنعاودها ونزلتها في المدونة ديالي، ودابا كنعاود نشاركها معكم إن شاء الله في القناة، وكنتمنى تعجبكم. طبعا على بركة الله غادي نحتاجوا قطع من الكيك حسب الحاجة، تقريبا 4 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الذوق، 2 كيس من خلطة تحضير فلان فاني، هذا كيعمل درهم. وبالنسبة للبلدان اللي ما كيتوفروش على هاد الفنون ممكن يستعملوا الكريم كراميل. غنحتاجوا ملعقة كبيرة من نسكافي، 10 قطع بيسكوي صابلي، 200 مليليتر من القشدة الطرية أو كريمة الخفق، نصف لتر من الحليب. في البداية غادي نخفقوا كريمة الخفق أو القشدة الطرية حتى نحصلوا على شونتي، ونحطوها من بعد تبرد في الثلاجة. هنا لا شونتي واجدة، غادي نحطوها تبرد. ناخدو هاد القالب اللي كيتفتح من الجنب، وكنرصو في القعر ديالو قطع ديال الكيك، وكنحاولو نعمرو الفراغات كاملة باش ما تبقاش شي منطقة خاوية. بعد ما كنكملو رص قطع الكيك وملء الفراغات، كنبقاو نضغطو على الكيك هكا، كنشربوه بشوية ديال الحليب، كنشربوه كله، كنخليوه على جنب حتى ما نحضروا الفلون. بالنسبة لتحضير الفلون، كناخدو نصف لتر بالحليب، كنزيدو عليه ملعقة كبيرة نسكافي أو قهوة سريعة الذوبان، كنزيدو عليه السكر 4 ملاعق كبيرة أو حسب الذوق، كنزيدو خلطة تحضير الفلون، اثنين كيس من خلطة تحضير الكريم كراميل، كنخلطو مزيان، وكنحطو الخليط فوق النار، وكنبقاو كنحركوه حتى يغلى بحال طريقة تحضير الفلون العادي. خليط الفلون ها هو وجد، الحليب السكر نسكافي ها هما غلاو. غادي نفرغوه هنايا في كأس الخلاط، وغادي نزيدو عليه قطع البسكوي. كنزيدو لا شونتي، لا كريم فريش او كريمة الخفق اللي خفقنا على شكل شونتي، كنبقاو نزيدوها بالتدريج وكنطحنو. نزيدوها على 2 دفعات فقط باش نسربيو راسنا. الخلطه ها هي واجده، كنفرغوها هنا فوق الكيك. صافي، وكتخليوه غير هنا في حراره المطبخ يبرد ويتماسك، عاد باش كتغطيوه تغلفوه وتدخلوه للثلاجه. بعد ما كتمرز 6 ساعات وكيبرد هاد الحاله مزيان، كنهبطو تزيين طبعا حسب الذوق. انا هنا كنرش كاكاو